لازم نخلصه قبل نهاية السنة. تمام. لأن عندنا هلا والله سهلة. هلا والله. أنا صاحب المحل هذا؟ إيه أنا صاحب المحل وهذا شريكي وهذا يشتغل عندي. لا أقدر أخدمكم شيء؟ أنا اللي بخدمكم هالمرة. هاي عفا. خذوهم. وش سوينا يا محلال؟ شيخ خذوه بس بريد بس بريد يا راشد أنت بدون. أنت بتكلم قايل لي شيء مبربر ولا شيء؟ أنت أخا أنت تسوي كم مية؟ محل صار عندنا سكة. محل يا راشد. عبد الغفور عبدو.